السلام عليكم، ازيك الشباب؟ يا رب الجميع يكون بخير. دلوقتي ده بروجكت فيه يعني حد من زمايلكم بعتهولي مش راضي يرن، فانا هفتحه معاكم كده. وهنيجي نرن البروجكت ده، هنيجي بيطلع ايرور كده غريب، بيقولي undefined reference to when main. فلما حاولت اعالجه عملت رايت كليك على البروجكت كده، وبعدين بروبرتيز، وبعدين بيلد تارجتس، وعلمت صح على المين ستاك سي. جيت ارن هتلاقي لي ايرور تاني ان الفايل ده مش معمول له undefined reference to create ستاك. رجعت البيلد اوبشنز، يعني جيت على اول ملف اللي هو مين ستاك ده، واخترت بروبرتيز بيلد، وتأكدت ان كل حاجة يعني متعلم عليها صحات في الكومبايل واللينك وكده، والستاك دوت سي نفس الكلام برضه بيلد، والاربع حاجات متعلم عليهم، والمفروض ما يكونش متعلم حاجة على الستاك دوت اتش، فمش متعلم على ايه، على اي حاجة. نيجي نرن كده ليه برضه ايه، فحاولت فيه كتير مش نافع. فواضح ان انتوا في ترتيب غلط، او في حاجة بتعملوها غلط وانتوا بتكريتوا البروجكت. فانا كريت معاكم بروجكت تاني جنب ده على طول كده، وهاخد نفس الكود من هنا في البروجكت التاني، وهوريك ان هو بيرن عادي. فالمشكله مش في الكود، يعني محدش يقعد يبص في الكود رايح جاي، هي المشكله في طريقه اللينكينج بتاعت الفايلز اللي في البروجكت يعني. فهنعمل كده نيو بروجكت، رايت كليك، خلينا فايل نيو بروجكت تايب، هنختار لي كونسول ابلكيشن، جو نيكست، يعني هنختار طبعا سي نيكست، نسمي اي حاجه، ونفترض دي الاربعه مثلا، نيكست ماشي. بعد كده طبعا دي المين فانكشن، هاخدها كوبي بيست من المين بتاعته اهي، كوبي بيست. انا بس بحب اسمي الفايل سمول، ستاك سمول، مش هعمل حاجه كابيتال، بس مش دي المشكله اللي كانت في البروجكت اللي فات. طيب انا رايت كليك، بعد كده هنا قصدي نيو فايل، وبعدين نختار هيدر الفايل الاول، فايل، وبعدين نختار هيدر، جو نيكست، هنسمي الفايل ده اللي هو stack.h، save، finish، وبعدين نفس الكلام new file، file اللي هو .c بقى، go next، c برضو عادي، وهنسميه قلنا ايه stack.c، ونتأكد ان احنا عملنا الصح اللي هي دي كده finish. ناخد بقى من stack.c بتاعه copy، نحط هنا كده من ال stack dot h، وبرضه ايه نحط هنا و stack dot c، بس نعمل دي سمول عشان بتعمل ملفات سمول. نقف على ال main dot c ونرن ال project، خلينا هو بيرن ايه، بيرن عادي. فالناس تتأكد من الترتيبة بتاعت عمل ال project نفسه.